ثلاث رصاصات أنهت حياة الرجل. البرلماني عن حزب الاتحاد الدستوري وصل إلى بيته يوم الثلاثاء حوالي الساعة 10 مساء، وفيما كان يستعد للتوقف بسيارته باغتته رصاصات الغدر مهشمة زجاج السيارة لتستقر في جسده. شهود عيان أكدوا أن الجنات ترجل من سيارة خفيفة كانت ترصد عبد اللطيف، قتلوه ثم لاذوا بالفرار. ملابسات القضية ليست واضحة المعالم بعد، والمصالح الأمنية باشرت التحقيقات فيما نقلت الجثة إلى مستودع الأموات. فلول المعزين تقاطرت على منزل القتيل بمن فيهم رفاقه في درب العمل السياسي. علمنا بالخبر البارح في الليل تقريبا في نفس الوقت اللي وقع الحادث. الحقيقة تفاجأنا بهذه المصيبة اللي قاست العائلة ديالنا الكبيرة، وقاست بالخصوص العائلة الصغيرة ديالو. هذا الشيء نستنكره ولا نقبله. المجتمع ديالنا هذا دخيل المجتمع ديالنا، كما قلت قبيله كنعتبر ان هذا الجرم جنيس للارهاب، والارهاب شخص يكون هو اول عدو ديالنا اللي نجندوا ليه كاملين. كان عندنا اجتماع في جهه الدار البيضاء سطات في اطار الدوره العاديه يوم الاثنين الاخير في مدينه بن سليمان، وكان مبتسم وكان رجل فاضل وما عندنا حتى شي معطى حتى الان. راه اظن بان القضاء والشرطه تيديروا العمل ديالهم. المشاعر اختلطت هنا في بيت القتيل، وتساؤلات تتناسل عن السبب وكيف وصل الأمر إلى حد اغتيال الرجل. حاولنا التحدث مع أرمز عبد اللطيف، فخرجت الكلمات عبارات صامتة تقول كل شيء. أجواء من الحزن تخيم على المكان. صديق الفقيد المقرب لا زال تحت تأثير الصدمة، وتحدث لنا عن تأثره البالغ بالحادث. صديق الرفيق الأخ اللي ما اللي فرقنا انا وياه الناس، تفاجئنا في هذا الحادث وفي هذا النزيل وفي هذا النوع ديال الجرم المتطور اللي تيدخل في جريمه منظمه، والابحاث راه جاريه وحنا راه تنثقوا في القضاء. معالم الجريمه لا زالت غامضه في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات في القادمه الايام، كي ينجلي لغز مقتل البرلماني عبد اللطيف مرداس امام منزله.